نشري بيتكم انا لؤي، نخدم سائق يعني شوفور في قناه تلفزه تي في، والمهمه متاعي باش نجيب ونوصل كل الضيوف المشاركين في مختلف برامج القناه. اما اللي حاجيت الكاميرا الخفيه، حبينا نعمل شيء مفاجئات للضيوف الخفيه. واليوم مثلا نجيب الفنان المستعرضيه زازا. فرحان انا اليوم يزك معاي. يعطيك الصحه ربي يفضلك. البارح قال لي لك تجيب مدام زازا، ما رقدتش اصلا، خاطر عندي معاك ذكريات حلوه وقت في صغرك. معايا في صغرك؟ جيتي مره انت العرس كي بحدينا، عملت معاك تصوير وقتها كنت ناكر انا في الحومة ما يعرفني حد. من بعد ما عملت تصويره دي ريت الكونت بتاعي كان في ذلك 300 ولا 400، دي ولو 1000 ولا 3000 وجاميات وكل شيء. صح والله فرحان كي كل شيء. حتى انا فرحان. ربي يفضلك يا عايش. تعرف وقت قالوا لي باش تجيب مدام زازا للقنيات، والله لا صدقت، اقسم بالله العظيم اللي مش من عويدك انا نجي للتلفزه. صحيح واللي قصدك المده هي هي المده هي. اي انا ما نحبش نبين التلفزه. علاش فما مشكله ولا فما معناها؟ نمشي بجديد بجديد. خاطر زازا يطلبوها راهو الناس، انا نعرف يفهم حاجه. هاي راهو كي تمجد وجهك نهار طوله في التلفزه. صحيح. في اي حاجه تولي مستهلك، خلي الناس تحشوك شوية. من الناس يحبوك مدام زازا فهمتيني؟ وانا نحب الناس يا اخي، راني قابل في الناس بحوليل. عبيت تفرح كي تفرج فيك، ساعة انا اكثر واحد مغروم بيك. غيزون دو بلوس، وقتي نمشي نعدي باساج، الناس الكل تبدا تتفرج، ديما تطلع والناس الكل تروح فرحانة، وحتى المتفرج اذا شيء. الو صافا، تعرف شكون معايا واللي؟ معايا مدام زازا بكله. حلي حلي كام حلي. هاي هاي زازا. عسلامة عسلامة ربي. كلمي داركم كل. وريهم عا شكون. شوف شكون معايا شوف. هاي تو ليه هاي تو من بعد نكلمك. ان شاء الله نحاول يا حبي نجيب لك زازا العرس. تهلا. زازا مش غير افرح وبرد تنجيكم تنجيكم. زازا باش تربى خيرنا زازا. خويا كياس خويا. سامح. وي سامي شنو يومك مش مصدقة؟ حل كام عايتي لامك حل. هاي زازا بلاش شوفي نسيبتي واخذ ريال. عسلامة مدام، ربي هنيكم وان شاء الله ربي يوصل بالسالم. اشكريني زازا بلي. الناس طيبة تبارك الله عليه و كيس خويا مالك. هاي هاي ليه تو عاد تعطلونيش على الخدمة يا عاد. راهو مش شرمال قاعد تسوق تحكي فيديو كيكا وانت ما كان حاجتي بروحي عاش خويا. منش مصدق راكي انت معايا. لو دي صدق يا اخي شكون انا يا اخي. انت راكي زوز ما ادري. هاي شكون يا عاد هذه الثانية عاد. تحب تشوف زوزة زيادة؟ هاي حلي حلي الكام حل. صلي على النبي صلي على النبي. هاي شوف شوف. صفاء ثانية ريتي مع شكون نخدم؟ ها؟ هاي سايبوني توليها يا عاد. تعطلونيش. الحين ما بنصاف كل العائله فرحوا كل ما همش صادقين هم ما همش صادقين اللي انت معاي جس كياس يا اخي. الو ماني قلت لكم عاد ما عادش تطلبوني عاد ليه عاد تاو نخدم فهمتوا ليش تعطلوا فيا هكا شكون شكيت خطيب شكونه خطيب اميني أميني بنت العطار هذيك ايش تحب أميني بنت العطار ايش يحب زاد شكيب هلا شكيب يحب يشوف زاز هاي حل حل الكاميرا لا حول ولا قوة إلا بالله زاز بالله سلم على شكيب عاصم أخويا شكيب شنو حوايلك أنا نست بيهم محسوبة نسيبنا احنا يحب يشوفك هاي شكيب سايبني على التاوليه فهمتي ولي صديقي كي انتي ليه براس امك حط تليفونك على جنب هو صار مش توصل العباد تحب اعطيني تليفوني يا عيش خويا واه لا يا عيش خويا باش دخلني في حيط شنيا خلينا نكلم بركة بالله يا عيش خويا عيش خويا كمل سوق وصل وصل وي ما على طول باش نمشي انا تو بالحق نرفزتي راهو الدنيا سخونه وانا على اعصابي الو شنو غفران شنو دخل غفران في الحكايه اه غفران بنت الميكانسيان اش تحب زاد غفران تحب تشوف زازا؟ بيه هاي حل كاب حل
زوجة بلي سلمى لغفران. عسلامة أختي غفران. هذه بنت أقوى من 200 سنة في الحوم. يا عايشك ربي يفضلك، ربي عايشك عايش أختي. هاي سايبوني توا عاد ليه يا عاد. نشرتوها في الحومة صحيت. خويا عايش خويا من فضلك. تليفونها هون هنا. كمل وصلني عايش خويا. ولا خنا نقف تكسير كرهبتي عايش خويا. ما فهمتش انا طول حياتي مستني نمشي بالكرهبتي انا. علاش كبشو طلعت في مع شوفور سامحني يا. خانات نتاعنا متقدمة شوية كي تحب الناس كل نتلوب الفنانين. ليه لا ما معلاش كرهبتي لهالمرج. بالله فرحان. يا ودي انا معاك فرحانة. اما صدقني مش في وقتك جملة سخيسي عايش خويا وصلني. خليني نكمل اموري ونر. شكون زادي كلام فيا؟ الله صلي على سيدنا محمد. يا ربي العواشر هذوما فين التقني والله فين التقني. شنو بي شنو نجي في يدي وذي القاضي شنو هذا بيه جيب وذي القاضي شكون نسمع في واحد عايد تحب يشوف زاز عمر ذاي خلي من بعد تنعملوا التصويره باش تنرفزوني تنرفزتوها المراه خلينا نخدموا عادي عاد فنكمل تقطع ليش خبزتي عاد هاني كل مره ننور فيكم لي بالله يا زاد شد صحيح عمر ذي خلينا نعمل حلل ولا بيال زازا هاي عمر راي حل كام فيس عمر راي هاي شو شكون عاد عسلامة اخوي عمر ربي فضلك يعيشك يعيشك عايش خويا هاي عمر عاد يز هاي هاي خليني ليها هيك هاو عاد لي والله بشو زلت ليه العادة زوز ليه عايش خويا لا ايش اسمع ما نحبش نعلي صوتي راني انا بس عمال تنافس بس عمال نعكر عايش خويا يسترك يسترك ماني اختك يفرحك 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 وصلني ربي فضلك والله يقسم بالليل العظيم محليك يا زوز عايش والله لا تصورتك هكا فين لا يا زازا كي نكلمك واحد ما عادش تهزي عليه قلقوني بالشهرة ليه بالشهرة إلا قتلوني بالشهرة قسم بالله العظيم ريت تو في الحومة كاملة مقلوب قالوا أي لما راكب معاه زازا في الخدمة ولا الشهرة صعيبة مادام صحيح ولا شهرة صعيبة هكا ولا أنا غافل لا مش هيك كيفك أنا خويا وين ماشيني فرحك اني عندي قضيه صغيره تك تك نقضوها ونقضوا راه خويا الغالي شنو هي قضيه تو انت تخدم على روحك باش تهزني من بلاصه لبلاصه تقول لي ما سمعتهمش وصفوا فيا على وذين الحاكم وذين الحاكم قالوا لي جيبوا لي شويه وذين الحاكم وذين القاضي وذين القاضي قاضي حاكم هو بتبين بهلول يا اخي انت واش نحكي واش بيك ولا تسبهل مش القاضي والحاكم نحن نقولوا قاضي نحن نقولوا وزير الحاكم بنزور طالع استنى ساعة كهرباء قدام زعما دخلتي في حيط هدي يا سيدي ما صار شيء اعطيني عفوا كلمة غزلة ذاك اسمعني لا بيا ما صار شيء ورست خويا ورست خويا لا عندي جهد ليك ورست خويا لا عندي طاقة ورست خويا كنقول لك راني نجم تو راني قاعدة نوسع في بيدي راهو انت طفل محليك وكل شيء اما راهو مش في وقتي ماكش في وقتك جيت مش في وقتك جيت متأخر ذنبك أكبر من كلمة أنا غلطان هي بعد هي بعد علبو هذي يا أما وعلبو هي بعد هي بعد هي بعد شنو انت تدي يا بعد تشوف شكون معايا يا معلم تيخذ تي بعد من خادم يزي شنو لا تقول فمي بيع سيك انت وا احكي لحبيت متعدي يا صغارة كان جد الدنيا راه طريق فارغ هذي ما فما حد لن يزي ما حد اكبر من حد انت راكي مدام زازب كلها راه شنو انت يا ودي شنو مدام زازب كلها هذي طلعت شنو الذري تلعب في الطريق يزي احترم الناس تي بعد من خادي لا حول ولا يا رب شابك انا رام عايش خويا مزيت موسع بالي لي معاك شلقت بالي معاك نقضوا شوي وذنين الحاكم ونقضوا رب